أخبار المهرية باختصار. محافظ سقطرى رمزي محروس يدعو السعودية لإعلان موقف واضح من انقلاب الانتقالي. محروس أكد أن وعود الرياض لإنهاء التمرد في سقطرى لم تنفذ حتى اللحظة. مشرفو السجن المركزي بصنعاء يعتدون بالضرب على المختطفين المدنيين والأسرى. رابطة أمهات المختطفين نددت بالاعتداءات وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على الحوثي لإطلاق سراحهم. أطباء بلا حدود تحذر من استمرار انتشار مرض الجرب في أوساط النازحين. المنظمة أفادت أن المرض انتشر بسبب سوء وضع النظافة والازدحام في المخيمات. إيقاف رئيس الاتحاد الأفريقي 5 سنوات بسبب قضايا فساد مالي. الاتحاد الدولي لكرة القدم اتهمه باختلاس أموال وإساءة استخدام المنصب. السلطات السلوفينية توقف مواطنا أخفى جثة والدته للحصول على معاشها التقاعدي. الشرطة عثرت على جثة المرأة داخل إحدى شقق بعد 6 سنوات على وفاتها. إلى اللقاء باختصار آخر.